السلام عليكم تاني ورحمة الله. رجعت لكم بفيديو جديد تاني اللي هو البلاكيور. شوفوا البنات، انا قررت انني هذه المرة غادي نجيب لكم البلاكيور اللي هو على هذا الشكل. ديزاينات زوينة وانواع متنوعة وتشكلها، وعنده بزاف 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 حوايج زوينين اللي هما عجبوني. شوفوا هذا البنات، انا ما كنبغيش نطول بزاف حيت ما كنبغيش المحل يكون عامر. نتوما عارفين هذه الجائحة، ما خصكش تخلط وما تحتك بشي واحد. انا كنوريكم غير يعني غير لقطات قبل ما تشوفوا ان شاء الله الشيء على الواقع. عندنا هادو لي براسلي، كاين براسلي وخويت ماس ديالهم. اوكي شوفوا، كل اللي كيعجبو البيض، كل اللي كيعجبو الدوري، كل لاجونتي. راهم تيربلات فيهم كيبقى حتى العامين. انا عجبني هاد الشكل، ما عرفتش واش نخدي ولا لا. الساق اللي كيتصغر ناخذ هادو. شوفوا يبان كيصغر. شوفوا هادو حتى هما كيحمقوا، ولا ناخذ هادو. شنو رايكم؟ لي زاكسيسوار هادو سلسله رقاق ديال اللون. هذا الكاليتي ديال البلاكيور البنات. شوف كاين هاد السلسله طوال مع لي زاكسيسوار ديالهم كامله. كاين هادو ديال الهنود اللي هما ديزاين هندي، وكاين الكورميطات الرقاق خفاف حلوين زوينين ديال الايد. كاين اللي كاين الخلاخر، هادشي كله ان شاء الله غادي. انا دابا كندور السوق، يلاه بداو كيحلو عندنا حنا المحلات. كندور السوق باش نجيب لكم شنو اللي كيخصني ان شاء الله. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله البنات. حتى التيجان غادي نجيبهم، حتى الاطقم الصغار غادي نجيبهم ان شاء الله. شوفوا اللي بغيتو وانا معكم.